السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني وأحبائي متابعي القناة؟ ما زلت أتابع معكم مع ما يقوله المنجمون من مزاعم توقعاتهم لعام 2024. بعد أن تحدثت في 4 فيديوهات سابقة تجدونها ضمن فيديوهات القناة عن برج الأسد والعذراء والميزان والعقرب، اليوم سوف أتحدث إليكم عن أبراج جديدة بإذن الله، وسأستهلها في هذا الفيديو بتوقعات العام 2024 لمواليد برج الثور. تابعوا معي لتعرفوا كل ما يقوله خبراء التنجيم عن العام القادم من توقعات خاصة بكم، لكن عليكم أن تكونوا واثقين أن هذه ليست إلا تكهنات وأن علم الغيب عند الله وحده، كما نتفق دائما على القول أن الفيديو على سبيل الترفيه وأخذ العلم والمعرفة لا أكثر. إذن يا صديقي الثور، العام القادم سوف يجعلك تتعلم وتكتسب إنجازات جديدة في الحياة الشخصية والمهنية وكذلك في مجال الشؤون المالية، وسيتم تحقيق أحلامك وإنجاز المهام المعلقة. تنتظرك دروس وإنجازات جديدة في عام 2024 عبر مساحاتك الشخصية والمهنية والمالية. سوف تحقق أحلامك بإذن الله وتنجز جميع المهام المعلقة. ستكون هناك فرص من الخارج وترقية في العمل وزيادة في الدخل. العام القادم ممتع بالنسبة للثور. في الحب سوف تمضي قدما بالتزام وموارد متجددة. من الناحية المالية تنتظرك فترة أفضل بدءا من شهر مايو فصاعدا، سيكون لديك راحة من الصراعات وأموال كثيرة. سوف تنفق المال على أحبائك وهذا سيقربك منهم، وسيكون لديك أيضا تطور رائع في العلاقة مع أطفالك، طبعا هذه في حال كنت متزوجا ولديك أسرة. نبدأ مع المجال الوظيفي لنكتشف ما يقوله خبراء الفلك حول تطورات الوظيفة لعام 2024 لبرج الثور. يقولون لنا أن العمل الجاد مدعوما بالحظ سيعزز أعمال الثور واتصالاته هذا العام، كما سيرسخ اسمك الذي يحسب له حساب في الأعمال التجارية في الخارج. سيكون لديك فرص مفاجئة في العمل من خلال ممول جيد، طبعا هذا إذا كنت رائد أعمال. أما إن كنت موظفا فقد تكون لديك وظيفة جديدة تتعلم منها الكثير. سيكون لديك أيضا سمعة جيدة للغاية وراتب جيد في مكان عملك الحالي. ومع ذلك في النصف الثاني من العام حاول ألا تتجادل مع أي شخص وتجنب إجراء تغييرات على عجل. قد تشعر ببعض الضغوط من حولك فانتبه. من الممكن أن تكون هناك تغييرات كبيرة في حياتك المهنية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، والتي ستكون جيدة لنموك، ولكن في شهر أبريل تقريبا قد تواجه صعوبة في تنفيذ مهامك بسبب قلة الاهتمام أو سوء التواصل. ستخضع أفكارك لتحول مما سيقودك نحو بعد جديد يساعدك على اغتنام جميع الفرص التي تأتي في طريقك. في النصف الثاني من العام يمكن أن تشكو من التوتر بسبب بعض الأفكار والتحديات السلبية في مكان العمل، لكن دعم وتوجيه كبار السن سيساعدك على تطوير الاستراتيجيات المناسبة من أجل التغلب على هذه المشكلات. ستتمكن بعد تجاوزها من تقديم عمل وأداء بشكل أفضل. نأتي من العمل إلى الحب. إذا كنت تبحث عنه فإن الربع الثاني من العام القادم يمكن أن يحمل لك بعض الأخبار الجيدة في هذا الميدان. في الواقع ستجد الحب في أماكن بعيدة عن مكان تواجدك الحالي. على سبيل المثال قد تقابل شخصا ما في الخارج، أو قد تغير مكان إقامتك بسبب العلاقة. يمكنك أيضا تحويل علاقتك إلى التزام طويل الأمد مثل الزواج. من الممكن أن تكون هناك تحديات عدوانية ومفاجئة في علاقتك في الربع الأخير من العام. ستحتاج يا صديقي الثور إلى التحلي بالصبر مع شريكك أثناء اتخاذ القرارات وتجنب أي تدخل من جانب طرف ثالث قدر الإمكان. سوف تتميز الفترة أيضا بنقص الحميمية والاستجابات العدوانية، وهذا سيشكل تحديات في علاقتك. السفر مع الشريك في هذه المرحلة سيكون مرهقا أيضا، وهذا من الضروري أخذه بعين الاعتبار.
هذا بالنسبة للحب، لكن هل يتطور هذا الحب إلى زواج؟ تعالوا لنرى ما يقوله خبراء التنجيم. العام ميمون للغاية بالنسبة لك، حيث ستتمكن من تحويل علاقتك العاطفية إلى زواج أو العثور على أفضل شريك ممكن إن كنت ما تزال أعزباً. يمكن أن يكون هناك تضارب في الآراء إلى جانب خلافات مفاجئة في الأفكار وإفراط في التوقعات، وهذه كلها يمكن أن تسبب تحديات مفاجئة في علاقتك الزوجية والعاطفية خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقد يكون الربع الأخير من العام صعباً بعض الشيء أيضاً بسبب الافتقار إلى العلاقة العاطفية ووقوع التبادلات العدوانية. كن واعياً في هذه الفترة وتصرف بحكمة. ومن الزواج إلى المال والتمويل لعام 2024، يزعم خبراء التنجيم أن الحالة المالية لبرج الثور سوف تتحسن في العام القادم. سيكون هناك انخفاض في النفقات، وسيجذب لك العام رحلات خارجية ومصادر دخل متعددة. يمكنك حتى شراء سيارة أو منزل بعد شهر يونيو كما تشير التوقعات المرتقبة. إلى جانب هذا وذاك، إن الاستثمار في الأراضي أو سوق الأسهم سوف يجلب لك الأرباح. يمكنك أيضا استخدام أموالك للخروج من دعوى قضائية إن وجدت. سوف تحصل على نتائج متوقعة من الاستثمارات والتخطيط المالي في الربعين الأول والثاني من عام 2024، ومع ذلك سوف يتطلب منك الربع الأخير اعتماد نهج أكثر انتباها، حيث يكون هناك المزيد من النفقات المتعلقة بالسفر والصحة. من مايو فصاعدا سوف تكون هناك راحة من الصراعات، وستحصل على الكثير من الأموال، وهذه الأموال سوف تنفقها على أحبائك هذا العام، مما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين علاقاتك بمحيطك. سيكون هناك ارتفاع في مداخيلك وفقا لتوقعات برج الثور المالية لعام 24. على الرغم من أن نفقاتك سترتفع أيضا مع السفر والاحتفالات والتغيرات الجذرية، ستكون هناك فرص لكسب مصادر دخل جيدة عبر بعض المشاريع أو ربما ترقية، وهذا سيعزز دخلك. يمكنك أيضا جني مكاسب من الممتلكات أو ربما ميراث ترثه، وكل هذا وفقا لمزاعم المنجمين. أخيرا، يقول خبراء التنجيم لمواليد برج الثور أن عامهم القادم سيكون الأفضل فيما يتعلق بالصحة. سوف تشعر يا عزيزي الثور بالامتعاش وتولي المزيد من الاهتمام لصحتك. نعم، قد يكون هناك بعض التوتر أو القلق عندما تمر علاقاتك بالتحديات في الجزء الأخير من العام. عدم القدرة على التعبير عن مشاعرك يمكن أن يسبب لك الإحباط الذي قد يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية، ومع ذلك بشكل عام يعتبر عام 2024 عاماً جيداً بالنسبة لك من حيث الصحة. كانت هذه يا أصدقائي مزاعم خبراء التنجيم حول توقعات العام القادم. اكتبوا لي ما هي أمنياتكم وأحلامكم التي ترغبون بتحقيقها لهذا العام، ولا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على أزرار الشكر والشير واللايك والاشتراك، وانتظروني مع برج جديد وتحليلات أخرى في الفيديوهات القادمة. إلى اللقاء.